صباح النور للجميع. ديريكت مع في مستشفى الأغالبة بالقروان، وقفة احتجاجية لمكونات المجتمع المدني، وخاصة وينو تنسقيت وينو السبيطار للاحتجاج. كيف العادة احتجاج ما هوش أول مرة. هاو معانا سي سمير فيالة، ناشط بالمجتمع المدني في القروان. سي سمير، الوقفة الاحتجاجية اليوم علاش وشنو هو الهدف منها اليوم؟ باش طالب صباح الخير الناس الكل، نحب نقول للتوانسه الكل اينما كانوا، راهي وضعنا الصحي تعيس جدا في القيروان، راهي وضعنا خايب برشا. الاشكاليه الكبيره اللي صايرت لنا في القيروان وعندنا هيبه عندها اكثر من 5 سنين قاعدين نستناو فيها، الارض نتاعها موجوده، فلوسها مرصوده، لكن لا حياه لمن تنادي. المستشفى ده مش يكون مستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز اللي هو هيبه من المملكه العربيه السعوديه، مش يكون من اكبر السبيطارات اللي ممكن تتوجد من بعد الاستقلال واللي تعاد بعد الاستقلال. حاجه عظيمه ياسر، حاجه جميله ياسر. اكثر من 6 سنين والقراوي يستناو، اكثر من 6 سنين والناس تسوف فينا، سوف غدا وسيكون وكذا. جا الوزير الاول، جات الحكومه الاولى، الحكومه الثانيه، وكل وزير بتاع صحه يقول لنا كلام، وكل وزير الصحه، وفي الاخر اجمعوا الكل اللي ما عاد شيء. قاعدين نستناو، نسمعوا كيف الوعود، نسمعوا كيف كل هذا. مش معقول راهو كيما الفلوس عام 2016 كيما الفلوس عام 2022. الناس كل ما يخفاهاش وضعنا الصحي ما عادش ينجم يزيد يصبر اكثر من هكا. هذا من باب ثاني عندنا هيبه اخرى تاع سكانير لغالبه. يلزم التوانسه تعرف اللي عندنا سكانير هيبه من الاتحاد الاوروبي، الوقت نتاعو محدود، معناها باش نهزوا الهيبه هذيا في ظرف 8 7 شهور. توا تعدينا 3 4 شهور في القروان. شنو هي المشكلة يا عباد ربي فهموها؟ ما عندناش بلاصة للسكانير. هل هذا يعقل يا رسول الله؟ الناس تعاني، ناس اكسيدونتي يقعدوا ملوحين في الكيس، وما عندناش بلاصة باش نحطوا سكانير هيبة هدية، مش باش نشريوه، مش عاد شيء، مش باش ندفعوا فيه حتى مليم. توا هل يعقل هذا؟ الوقفات الاحتجاجية هذيا متواصلة وستتواصل. لا لي شيء من اجل الكرامه، يا ودي راهو كرامتنا قبل كل شيء. علاش خليتونا عام 2022 وقت الناس تحكي على ناطحة السحاب، وقت الناس تحكي على مترو التنفيق، نحن ما زلنا نحكيو على صحه اللي هي ضروره وابسط ضروريات الحياه للمواطن. واحد من المدخلين خلك الرئيس، خلك الاشغال تنطلق في شهر مارس. نحن كل وعد نتوسموا فيه خير عن اكثر من 5 سنين. كل الوعود نتوسموا فيها الخير ونقولوا واه وكذلك. لكن جاء سنين وتعدى عام الى درجه ان ولينا نخافوا، يعني ما ثم حتى ما يصير حتى شيء بعد 4 سنين، ما يصير شيء بعد عامين. هذا الكل تقال، تقال يوسف الشهد، قالوا المشيشي، قالوا الصيد، قالوا الناس كل قالته انه بعد. لكن الاشكاليه يعني الدراسات تو ما كملت، راهي الدراسات عند اكثر من 5 سنين راهي، وكان جات الدراسات تاع مدن باكملها راهي كملت. في القروان ما كمل حد شيء. علاش كان احنا؟ علاش كان احنا؟ رهيبه، رهيبه، هذه من دوله شقيقه. فهمونا علاش؟ راهي كي تجي تدور تحوس فيها الحكايه راك دوخ. وسوفونا شويه، كذبوا علينا شويه، وقالوا مشينا قبلنا وزرنا وفرشت لنا قدامنا اللي بعد 6 شهور باش تنطلق الاشغال. مشينا قعدنا مع مدام بشيخ وراتنا اشياء قدامنا صارت. وقالت سيب قدرة ربي مش تبدا. إيه يا اخي تو كيفاش يعني تحبني تو مواطن هنا ولا عندي ثقه وقت اللي انت تسوى فيه عندك 5 6 سنين في شيء مش باش تعطيني منه حتى شيء. لا فلوس، لا ارض، حتى شيء، كل شيء موجود. فقط باش تنطلق الاشغال يا اخي. الى متى؟ الى متى مش نقعدوا نحن قاعدين ساكتين؟ السكانير حق مش مزيه ورهيبه زاده من الاتحاد الاوروبي. الناس التوانسه لازم تفهم الشيء هذا. والمستشفى الجامعي راهو حق مش مزيه. سنواصل النظام من اجل القيروان، سنواصل من اجل كرامتنا ومن اجل استحقاقاتنا، ومش مسلمين فيها حق القروان، وسنواصل بقدره ربي وستنتصر القيروان وتعود كما كان. بارك الله فيك، شكرا سيدي.